ابدا بتعليقكم على المؤتمر الصحفي. يمكن ده طبعا جزء من المؤتمر او اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي. شايفين تصريحات اوليفيرا ازاي وردود افعال او اهم حاجه لفتت نظركم في المؤتمر الصحفي المدير الفني لسيمبا؟ تصريحاته بشكل عام ده شيء طبيعي ان هو يقوله في الوقت اللي هو انت محتاج فيه انك انت تسجل هدف واحد بس في القاهره، ان شاء الله ما يحصلش. يعني هي القصه كلها ان انت جاي بتلعب الاهلي في القاهره، ما قدامكش اي حل غير انك انت تكسب عشان تتاهل. الكلام دبلوماسي نوعا ما في المؤتمر الصحفي، لكن بتفق معاك ان في الغرف المغلقه او في اوضه اللبس بيكون مختلف تماما مع اللعيبه. تبدا تبص على نقاط الضعف ونقاط القوه اللي تبدا تتكلم عنها ما يقدرش يتكلم عنها في المؤتمر الصحفي. في مدربين عندهم المدرسه دي ان هو يقدر يتكلم ويقول لك انا نقاط القوه اللي عندي ايه او نقاط الضعف اللي ممكن العب عليها ايه في المؤتمرات، لكن ده ما بيقولش الكلام ده. ده من نوعيه المدربين اللي شفنا في الملعب قد ايه هو فعلا. انت في اقل من ربع ساعه سيمبا سجل جونين في الوقت اللي الفرقه بتاعتهم نوعا ما بدات تشم نفسها، في الوقت اللي انت كنت اصلا راكب الماتش كله وعلى مدار ال 90 دقيقه النادي الاهلي كان عنده الرياده. لكن في مباراه بكره الكلام اللي بيتقال ده في دايما في كره القدم، انا يعني مقتنع تماما بمبدا ان الكره بتلعب في المستطيل الاخضر بس، اكيد ما بتلعبش في المؤتمرات الصحفيه. فدايما ان الكلام اللي هيتقال في المؤتمر الصحفي ده فكره ان هو يتطبق في الملعب دي بيرجع لعوامل تانية كتير جدا تانية، وفكره ان هو يلعب بكره في ظل الحشد الجماهيري اللي هيكون متواجد. لان النهارده يعني القصه النهارده كلها في دماغ روبرتينيو اوليفير، يعني انا احاول اعرف دماغ الراجل ده تكون عامله ازاي واربط ده بنتيجه مباراه الذهاب، لانه السيناريو بكره اللي بيترسم في اوضتين اللبس سواء مع مارسيل كولر مع فرقته او اوليفيرا مع فرقته مرتبط بشكل كبير جدا بالنتيجه ومستوى الاداء اللي ظهر عليه الفرقتين هناك.